ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. في ظل الدعوات للاحتشاد يوم الجمعة القادم في موجة جديدة لانتفاضة تشرين، لجنة الأمن البرلمانية تقول إن ما تسمى بقوات حفظ النظام ستنزل إلى ساحات التظاهر يوم الجمعة القادم، كيف تقرؤون هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. يعني سواء نزلت قوات حفظ النظام أو قوات التدخل السريع أو ميليشيات الحشد الشعبي أو جهاز مكافحة الإرهاب أو قوات التدخل، يعني قلنا الشرطة الاتحادية أو غيرها، أيا كانت هذه المسميات فهي أجهزة إرهابية تهدف إلى قمع المتظاهرين المنتفضين المطالبين بحقوقهم. وقد رأينا ما فعلت كل هذه الأجهزة بكل مسمياتها خلال الأيام القليلة الماضية عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية، انتفاضة تشرين، بوجه هذا النظام الفاسد، هذه العصابة التي استولت على العراق. التسميات لا تعني شيئا، هناك معلومات أن أفراد هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات بالتأكيد يعني تندس داخل المتظاهرين وتحاول إما حرف مسار المظاهرات أو ربما الإيقاع ببعض المتظاهرين سواء بالاغتيال أو بالخطف أو إلى آخره. نعم. هذه يعني باعتقادكم أن هذه القوات لن تنزل من أجل حماية أو توفير الأمن للمتظاهرين أو حماية المتظاهرين من اعتداءات الميليشيات، إنما بالعكس قد تكون هذه القوات يعني عامل ضغط واعتداء على المتظاهرين؟ بالتأكيد هذا ما قلته لك، أيا كانت هذه المسميات، مسمى القوات التي ستكون في الساحة فستكون أداة قمعية، وقد رأينا بالفعل ما فعلته خلال الأيام القليلة الماضية. ماذا تؤثر نتائج اللجنة التحقيقية التي أعلنت اليوم على مسار الأحداث وعلى طريقة التعامل مع المتظاهرين؟ يعني الواضح أن هذه اللجنة التحقيقية قالت كل شيء يعرفه أهل ذوي الضحايا، لكنها لم تقل الشيء الأهم، وهو من الذي أطلق النار، من الذي أصدر الأوامر بإطلاق النار. لو كانت هناك يعني فئة واحدة من القوات الأمنية أو العسكرية هي من ارتكبت هذه الجرائم، لقلنا أن بالإمكان الحديث عن فقدان السيطرة أو يعني سوء استخدام السلاح، لكن أن تقوم كل هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشياوية وكلها أجهزة قمعية وإرهابية، تقوم كلها يعني تفقد السيطرة، القيادات كلها تفقد السيطرة على منتسبيها، كل المنتسبين يقومون ب يعني إطلاق الرصاص الحي، ولعدة أيام. لو كان هناك فقدان للسيطرة ربما ليوم واحد، لعدة ساعات، لكن في منطقة واحدة، لكن أن تفقد السيطرة على كل القوات في كل مكان على مدى أيام عديدة، نعم، فهذا أمر لا يمكن أن يقبل به إنسان. يبدو أن ما كان العراقيون يتحدثون به من وجود قوات فضائية، يعني أشخاص فضائيين ضمن القوات المسلحة والقوات الأمنية والعسكرية، يبدو أن هذه اللجنة يعني اقتنعت بوجود هؤلاء الفضائيين، ويبدو أنهم هم من أطلقوا الرصاص على المتظاهرين. هذه النتائج لن تقنع أحدا، أصبحت مثار سخرية للعراق. لن تقنع أحدا أستاذ مصطفى، لكنها في الوقت ذاته كما يعتقد مراقبون تشجع القاتل الحقيقي غير المعروف، القاتل المجهول الذي لم يعلن عنه في هذه النتائج، على مزيد من القتل وسفك الدماء ربما. نعم نعم، وأنا لا أتفق أنه قاتل مجهول، هو قاتل مجهول في هذا التقرير. نعم صحيح، العراقيون يعرفون جيدا من أطلق النار، من أصدر أوامر، القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس وزراء هذه العصابة المتحكمة بالعراق، هو من يتحمل كل النتائج التي تحققت
على الأرض والنتائج التي تحققت على الأرض هي نتائج الدم والإرهاب والقتل، فبالتالي هو من يجب أن يتحمل وزر هذه النتائج. أما أن يقال أن هناك فقدان للسيطرة أو ما شابه ويجري التضحية ببعض أكباش الفداء كما قلنا في مرات سابقة، فهذا لن يقنع أحدا. هؤلاء ذوي الضحايا يطالبون بحقوقهم، يطالبون بمعرفة من أطلق النار عليهم وتسليم هؤلاء للقضاء. حتى أن هذه التوصيات هي مجرد التي صدرت عن اللجنة، لجنة التحقيق، هي مجرد توصيات إدارية. يعني هؤلاء يعفون، هؤلاء القادة الذين تقول هذه اللجنة التحقيقية أنهم هم من تسببوا بما حصل أو قصروا، تطالب أو توصي بإعفائهم فقط دون تقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاء عادلا عما ارتكبته قواتهم. ويعني كما رأينا من جرائم. وصلت الفكرة أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا من إسطنبول.